الكابتن تسوباسا أو الكابتن ماجد، تلك القصة الكرتونية التي رافقت طفولتنا منذ سنين مضت، ها هي اليوم يتوقف رسامها ومؤلفها لتودع عالمنا بعد أن قضت معنا ومع أطفال العالم أكثر من 40 عاماً. فقد أعلن يويتشي تاكاهاشي مؤلف قصص المانجا اليابانية عن الانتهاء من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، حيث قال إن تدهور حالته الصحية وتطور صناعة المانجا أرغمه على اعتزال رسم القصص. بعد انتشار الخبر سادت حالة من الصدمة لدى كل محبي قصص المانجا اليابانية، ليخرج تاكاهاشي مطمئنا جمهوره بأنه ينوي مواصلة أنشطته الإبداعية حسب قوله.